الحقيقة رحبنا في زيارة معالي وزير الصناعة إلى سامراء وكذا إلى شركة الأدوية في سامراء، وبعد زيارة افتتاح الموقع والمداولة مع السيد المحافظ قدمت طلبا بحول العقود في شركة الأدوية لرفع بهم كتاب إلى أمانة مجلس الوزراء لتثبيتهم على الملاك الدائم، فأوعد معالي الوزير خيرا وقال إن الأمور طيبة وقد أوعده رئيس الوزراء بذلك، وأننا إذ نرفع بشرى إلى أبنائنا أصحاب العقود في شركة الأدوية في سامراء أنهم سيثبتون إن شاء الله عقود استثمارية وعلى الملاك الدائم، والله الموفق.